أكد مدير معهد باستور زبير حراث أن منبع سيد الكبير بدائرة حمر العين بولاية تيبازا تم اكتشاف شحنات للكوليرا حول حوض المنبع، إضافة إلى البركة المائية المتواجدة حوله، مشيرا في تصريح لقناة النهار أن المنبع تم ردمه مؤقتا وسيتم تطهيره ليتم استغلاله مجددا من طرف المواطنين. التفاصيل في ميكروفون نادية زعيد. الولايه اللي كانت هناك حاله تبلغه بالحاله الجديده وكذلك تم اخذ الاجراءات صارمه وجيده وعدم اقتناء الماء من هذا المنبع وردمه جزئيا وتهيئته من جديد عندما ومعالجة الماء تاع هذا المنبع من أساسه من السورس تاعو من البراج حتى عندما التحاليل تكون سلبية لا وجود أي شحنة وأي تراس من هذا الجرثومة يمكن في حينئذ أن يستعمل هذا المنبع من جديد. نطمئن المواطنين أن هذه الحالة هي تمبورير ترانزيتوار وإن شاء الله يعود هذا المنبع يسيل من جديد بعد تطهيره. وأضاف مدير معهد باستور بأن التحاليل جارية على بعض المنابع التي يشتبه فيها بوجود داء الكوليرا، مبرزا بأن كل هذه المنابع تابعة لخواص قاموا باستغلالها وتوزيع المياه على المواطنين. إذن الحالات الأخرى راهي المنابع الأخرى راهي اللي التقطنا أخذنا منها عينات راهي في تحليل دائم عندما يخرج تحاليل نفيد بها المواطنين بليدة خاصة وما يحاط بها. لا هنا كانت هناك عدد الإصابات كبيرة، كان هناك بعض النقط في ولاية تيبازا، كان هناك بعض النقط في ولاية وفي سياق متصل قال المدير العام لمعهد باستور بأن ولاية الجزائر أو العاصمة بمنأى عن وباء الكوليرا، مبرزا أن الحالات الاستثنائية التي تم تسجيلها انتقل إليها الداء من الأقارب في الولايات التي عرفت انتشار داء الكوليرا. أكد بأن الجزائر العاصمة ما فيهاش بؤر وين راه ينتقل المرض بسرعة، إذن العاصمة راهي بمنأى من هذا الوباء. البؤر هي لحد الآن منحصرة في بعض المناطق، ماشي كل ولاية تاع بويرة، ماشي كل ولاية تاع تيبازا. تيبازا عندنا نقطة برك اللي فيها عائلة ولا عائلتين تم لا بريزون شارج تاعهم تكفل بهم. وعلى صعيد آخر أكد مدير معهد باستور بأن المعهد يستقبل يوميا على الأقل 50 عينة من مستشفى بوفريك والقطار لتحليلها، تم التأكد بأن 30 عينة منها سلبية. على الأقل 48 ساعة يومين، على الأكثر 7 أيام، و هذا مرتبط بشحنات تاع البكتيريا الموجودة في العينة. إذا كانت شحنات تاع البكتيريا أي جرثوم كان سواء تاع الفيبريون كوليري ولا تاع السلمونيل ولا الشيغيل ولا حاجة كلها تتطلب وقت، وهذا في اختصاص التقنيين اللي يعملوا في المخبر. كل يوم عندنا ما يقل عن 50 عينة تجينا من المستشفى تاع بوفاريك ولا تاع القطار ولا تاع الخواص، وحنايا ما ناخذوش عينات حتى فين تكون جايه مع اكومبانياتور مع انفيرمي اللي ولا خاطر العينات المشتبه فيها لازم تاخذ بامان في انجلاسيير باش تاتينا في امان للمخبر. عدد التحاليل وعدد العينات مرتفعه. مرتفعة تقريبا 50 60 عينة وأغلبها راهي فايتة 60% راهي سلبية ما فيهاش داء الكوليرا، أي ما عندها أي علاقة بالجرثوم تاع الكوليرا.